أخير دليل على بعض إحالة بعض المشاريع هو ملاحظاتنا الكبيرة على إحالة مشاريع استثمار الموارد الطبيعية العراقية التي تتكون من عشرات الملايين من الأطنان للكبريت ومليارات الأطنان من الفوسفات، والحكومة عازمة وماضية بلا حسيب ولا رقيب، ماضية بالتعاقدات لإعطاء هذه الثروات الأجيال وخيرات البلد بأرخص الأثمان وأبخس الأثمان ب5 دولار أو 7 دولار للطن الواحد لشركات غير اختصاص، شركات تأجير سيارات وشركات صناعات التجهيزات الغذائية تعطى حقول الكبريت وحقول الفوسفات. هذه المشاريع الكارثية من يقف وراءها إلا الفساد والفاسدون حقيقة، لا زالوا يمتهنون هذه المهنة التي هي إحالة هذه المشاريع بلا جدوى اقتصادية.